دائما الرجاء عند الحظوظ 50% كتلعب دابا هنا 50% وباقي 50% لهيه. الرجاء كتكون قويه في خارج الملعب وان شاء الله غيكون الخير ان شاء الله. ديال الزمالك راه لعبوا الدوزا ميطرا كل ديال الرجاء وان شاء الله. والتحكيم كان ما دون مستوى يعني واحد ثلاثه بيلانتي واخا يعطينا غير بيلانتي واحد فهمتي. وراه الانسان كلشي كيشوف هاد اللعب والرجاء راه لعبوا مزيانين يعني الدراري ما تقاتلوا وهذه هي الكره وباقي الشوط الثاني له والشفاء الرحيمي. الحمد لله الماتش ديال البارح كان ماتش زوين تلعبات فيه كره والحمد لله باقي الامل امل باقي ان شاء الله. يعني تاتيخ في الرجاء بالنسبه للتاهل النهائي طبيعه الحال عندنا واحد الحاجه سميتها الريمونتادا السطر الاخير وان شاء الله هذه باقي الامل كبير الشفاء العاجل الرحيم ان شاء الله. كنتمنوا فريق الوداد البيضاوي يرجع للايام ديالو وسي سعيد الناصري هو اللي سبب في النكسه ديال فريق الوداد البيضاوي جايب 11 لاعب وطلق لينا اللعابه المزيانين كاع اللي في الوداد طلقهم راهما دابا كيلعبوا في الزمالك. وكنتمنى الفريق الوداد البيضاوي يرجع في النتيجه ان شاء الله. انت تشوف شي واحد حسره بان الزمالك اللاعب اللي تتعول عليه هو ودادي يعني هو بن شرقي اللاعب هو بن شرقي وفريق سعيد الناصري هو اللي صرح اللعابه ديال فريق الوداد البيضاوي احسن لاعب فريق الوداد البيضاوي. انت باقي تايق في الوداد قدرت انا ما تايقش فريق الوداد البيضاوي حيت خسرونا بنتيجه ديال 2-0 وفريق الاهلي فريق كبير. السلام عليكم. الراجل اللي عنده الحضور 100% الوداد ما عندهاش الحظوظ بزاف وراه ما كايناش فرقه هاد العام ما كايناش فرقه لا الدراري ما كاينينش هاد العام ما كاينينش الدراري فهمتي. هو الرجاء راه عنده حظوظ 100% بالنسبه لك بان الرجاء قادره ترجع ترجع الرجاء والله ترجع 100% والوداد وما تعرف كره هذيك ما تعرف فهمتي ما تعرف. نقول لك على الوداد والرجاء علاش كانوا عيانين وداك الشيء البرمجه ديال البطوله كانوا كعرفتي كيلعبوا الاثنين الاربعه السبت الاحد فهمتي داك الشيء علاش ما كون ريحوا البطوله شهر ولا شهرين غتكون الوداد مزيانه والرجاء هذا هو المشكل علاش فهمتي. الودادين عرفت علاش حيت هما مساكن باقي يلاه باقي في البطوله ديال سميتو ما يمكن ما ربما يمشيو لسميتو المصري يقدروا يربحوا يقدروا سميتو حيت الكره هي هذه الكره زعما ماشي هي فوق يقدر كيف حد صاحبهم لحد هنايا صاحبهم حتى لهيف. الرجاء حتى الرجاء وين حنا نقول لك حنا الرجاء وين حنا نتمناو من الله يدوزوا بعدها المهم دوز واحد الفرقه من المدينه.